الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ويندب الاستعاذة عند الشروع. نعم، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار الإطلاق، فمن قيد ذكرا معينا في حال معينة زمانية أو مكانية فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد، لأنه مخالف للأصل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والأصل أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ومن جملة ذلك الأذكار القبلية التي يقولها الإنسان قبل دخوله للخلاء، الأصل فيها التوقيف لأنها ذكر مقيد بحال، فلذلك لا يجوز لنا أن نبتدع أذكارا لا دليل عليها ونقتصر على ما ورد به الدليل الصحيح. فمن ذلك قول بسم الله، فهذه ثبت بها الدليل الصحيح، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قول بسم الله، قال والدليل على ذلك حديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله. ومن ذلك قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بك من الخبث والخبائث، لفظتان واردتان، وبرهانها ما في الصحيحين بل ما في الكتب السبعة من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنتم معي في هذا؟ طيب. وأما قول الرجس النجس، الشيطان الرجيم، فهذه لا يثبت بها نقل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي قولها، لأن الذكر لا يجوز تقييده بحال إلا بدليل، فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين الذكرين. وأما ذكر الخروج فقول غفرانك لا أعلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير هذا، وبرهانه ما في ما عند الخمسة أصحاب السنن والإمام أحمد رحمه الله وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وأما حديث جابر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهو حديث ضعيف، لأن فيه رجلا يقال له إسماعيل المكي وهو ضعيف في الحديث، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. أنتم معي ولا جاكم النوم؟ معك شيخ. وش آخر شيء قلت يا عبد المجيد؟ الأحكام تفتقر في الأدلة. من هذا الرجل اللي ضعيف تذكرون؟ مكي. إسماعيل المكي. وأما قولهم الحمد لله الذي أذاقني لذته وأذهب عني أذاه، فهذه لا أصل لها أصلا ولا سند يثبت فيها. أنتم معي في هذا ولا لا؟ معك شيء. فإن قلت وما معنى قوله كان إذا دخل الخلاء قال المقصود قرب دخوله لا ابتداؤه، بمعنى أن هذا الذكر يقال قبل الدخول لا بعده، كقول الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ، والاستعاذة ذكر قبلي لا أثنائي ولا بعدي. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله والاستغفار والحمد بعد الفراغ. أما قوله والاستغفار فهذا ثبت به النص، لكن قوله والحمد بعد الفراغ هذا سنده ضعيف فلا يثبت كونه أدبا، لأن آداب الخلاء توقيفية على النص الصحيح الصريح.